المشاهدون الكرام حبابكم عشرة، وإن شاء الله دائما سالمين وتامين ولامين. يتجدد لقاؤنا بكم ومعكم وعبركم في برنامج نادي الاعترافات لنتحدث ونتحاور حول قضايا شتى، لعل من القضايا الهامة التي تتطلب إفادات واعترافات هي قضايا المجتمع السوداني المرتبطة بالرجل والمرأة، ولأن المرأة هي عماد من أعمدة المجتمع السوداني ولها تجارب متعددة في مجالات مختلفة. إذ ولجت كل المجتمع العام سواء كان السياسي أو الاجتماعي أو خلافه وأثبتت وجودها، ولكن في برنامج هذه الاعترافات اليوم نحن نرغب في أن يعني نخصص هذه الحلقة ونركز على العلاقة بين الرجل والمرأة سواء كانت على مستوى الحياة الزوجية أو على كافة المستويات في المجالات المختلفة. يسرني جدا أن أجمع جيلين في هذه الحلقة، رغم أنني أعلم أن الضيف أو الضيفة الكبيرة الأستاذة سارة رغد لا تقبل أن تكون من الجيل السابق، إذ أنها معروفة بالمحافظة على ألقها وأناقتها وحيويتها وأنوثتها، ولكن عموما نريد أن نستخلص من تجربتها ومن حياتها ما يفيد ويخدم المجتمع السوداني. أيضا معي الأستاذة عفاف حسن أمين، وهي مثال لهذا الجيل الجريء الواضح الشفاف. مرحب بك أستاذة سارة في برنامج نادي الاعترافات حبابك عشرة. حبابك عشرة، بركة شرة. مرحب بك الأخ عادل، وأنا سعيدة جدا في أن نلتقي بالمشاهد الكريم، وأتمنى أن نكون ذات فائدة وخفيف الظل على المشاهد من عناء ورهق الحياة المتعدد. أستاذ عفاف حسن أمين مرحب بك. أستاذ أحمد زيك، وإن شاء الله طيب، وإن شاء الله كل الناس في إذاعة قناة أم درمان طيبين وبخير وعافية، وسعيدة ألتقي بأسارة. طبعا هي أصغر مني، لكن هو بس الحصل دي في جوطة حصل كما تشتغلوا بها خلال البرامج. طيب جميل بيك. جميل جدا. طبعا إحنا ما حنسأل السؤال بتاع العمر كم، لأنه عارفين السؤال ده يعبر عن خط أحمر. لا أنا بالنسبة لي ما بعبر. بتجاوبي؟ بجاوب بصراحة. يا أخي والله دي بداية موفقة جدا، ده هو الاعتراف. آه نعم. طيب ما تعترفي؟ عمري 60 سنة. ما شاء الله. دخل على 61. والله ما ظاهرة، يعني باردة ما ظاهرة عليك. ما شاء الله. 30. بالفهم ده عفاف حتقول عمرها 14 سنة. 14 راضي يعني ما حاعترف نهائي، دي أول حاجة. ما حد يعترف. ما حاعترف زي ما الراجل ما بيعترف بمرتبه. الجيب والعمر، قلت خط أحمر. نعم حبابكم مرحب بكم. أنا حقيقة زي ما قلت لكم يعني الليلة يمكن أعطينا البرنامج شكل مختلف ورؤية مختلفة، لأن المشاهد السوداني دائما يعني بيحب الابتكارات وبيحب الجديد والتجديد. في برنامج نادي الاعترافات الليلة أنا عندي أسلوب مختلف في التناول وفي التحاور حول القضايا المطروحة. يعني مثلا نحن حنتكلم عن الحب زمان وحب الأيام دي، ده من المحاور اللي حنتكلم فيها، نتداول برؤية واضحة جدا. أيضا حنتكلم عن الرومانسية المفقودة بين الزوجين الآن، ونظرية غطي قدحك الزمان برضو. أبو القدح حنحاول نغطي هذا الجانب. أيضا حنتكلم عن الشمارات. زمان كانت سارة بتذكر كان في حاجة بيتلمن النسوان يعني الصباح في الزمن. هو الناس بيقول لك الضل مكان، الضل زمن. نعم الزمن، الزمن بتلمن في الزمن ده بالجبنة. نعم ببخورة وبجلسته وبتحلو القطيع. لكن السعيد اسمع قطيعته في ملمتي. نعم يقول لك يعني السعيد أسعى زمن ده سربو بتجي داخل الزول بتقطع فيه تلقف وشك. نعم. الناس بدي يحرموا القطيع. نعم إذن حنتكلم عن الشمارات من دول الضحى إلى الوسط. نعم. يعني الآن اختلفت. أيضا في معلومة خطيرة جدا طلعت في تقرير
قضائي قبل، انه تلك المتزوجين طيبين. نعم يعني تلك نعم في يعني كل متزوجين في واحد مطلق، حنتناول ايضا هذا المحور. برضو في حاجه مزعجه جدا، حنتكلم عن ظاهرة مجهول الأبوين إن أصبحت ظاهرة، وما يحدث في الظلام من إجهاض وما إلى ذلك. أيضا حنتناول ظاهرة العزوف عن الزواج وقبول رجل المرأة. دي يمكن محاورنا العامة في جزء من البرنامج، تشمل الحياة الحاضرة، تشمل الواقع، الواقع المحتمل. بعدين في جزء تاني من البرنامج أنا هعمل لكم نظام جرعة، يعني في اسئله اجتماعيه هنا خطيره جدا، انا هاخد الجرعه هنا وكل ضيفه هتسحب الجرعه وتجاوب على السؤال المحدد، وبعد ذلك فيها جائزه؟ حتكون في جائزه، في جائزه وممكن اشارك. خلاص جيتي، اعظم جائزه انه المشاهد يخرج بانطباع جيد عن رؤى الاستاذه ساره والاستاذه عفاف. بعد ذلك ممكن ننتقل للخاص، يعني الخاص في حدود المتاح بالنسبه للاستاذه ساره من خلال تجربتها، وايضا بالنسبه للاستاذه عفاف حسن امين. انا حابدا بالمحور الاول ودار اجوبه مختصره ومحدده لانه اسئلتي كثيره. الحب زمان وحب الايام دي، اذا انت تتكلم عن التعبير عن الحب. نعم الحب موجود، هو نفس دقات القلب، الزول السمح، الفات الكبار والدرو، والحيلك ما شايلك لما تشوفه تريف وتنوم الليل، وكله عبروا عنه في الاغاني. ونفس الحب ذاته، لكن السؤال انت بتحب منه كيف وتعبر عن الحب كيف. لكن يعني الحب ما بخير بين كبير وصغير. احنا حبينا لخلينا ممثل ما حبينا، ولخلينا فنان ما حبينا، استاذ ما يعني الواحد وبيفتكر انه ده حب، لكن هي استلطاف واعجاب، لانه مهيئين احنا البيت دي ما شوينا عين تتجري وكده. لكن لما نجي للحب، ما انت احساسك يجبط التعبير عنه. لكن الحب هو واحد بس التعبير عنه بيختلف، مختلف. اي هذه الايام الناس يعني زمان بالمنديل بتعبر، فيه السهم والقلب او جواب، لا ينقصنا شيء الا عدم رؤياك. هي يعني زي حاجه متفق عليها، ويجيب بالشارع وهو يعاين، ويعني دي التعبير عن الحب. انا مصطفيكي وانت مصطفيني، وهذه كانت التعبير عن الحب. نعم الجيل الان تتكلم فيه عفاف، نحن لانه سلمناهن خجل وما خجل. يعني انا ما عايز اقول نحن خلاص يعني كنا زي ما بيقولوا شباب شريفين فاضل، لا، كان في الكلام. نحن على زمننا بالمناسبة زمن أمهاتنا هو المنديل، لكنها زمننا جاء التلفون. جاء التلفون. وبنتكلم بالتلفون، وأنا يعني أذكر طرفة إنه أخوي واحد كان بيتكلم بالتلفون يا مع الحبيبة والحبيبة، وأبويا ماشي فرمى التلفون، هي مسكينة ضربت، وفعلا كان لما رفع التلفون قلت ما لقى فلتر الخط، قال لها عشان أبويا. يا سلام. فدي كانت حدود التعبير عن الحب، لكن الحب موجود. نعم. وخلي عفاف تتكلم عن حبه. طيب يا عفاف، اذا الاستاذه ساره لخصت لنا الحب زمان كان كيف، واقصى وسيله للحب كانت وسيله التلفون، وايضا وسيله المنديل او الرساله الخطاب. الان المساله اتفتحت على مصراعيها، بقى الحب بالواتساب، وبقى الحب بالرسائل، الريد متاح خالص. الريد متاح، احنا بنستخدم برضه في عباره الحب، بنستخدم الريد، ادمنت ريدك، وما بيستخدم ليه في المسائل، ما يعني حبيب والغزالة ولا من طرف الحبيب بذات اجمل الرسائل. بنستخدم الريت في، وبنستخدم العاطفه بشكل مختلف، بمد الصلاحيه وبانتهاء مد صلاحيتها. يعني عندنا هسه احنا في جيلنا ده عندنا القسوه، يعني نقدر نتفارق بسهوله. يعني في ناس هي الريت ياهو الريت، او الحب ياهو الحب، الريت لها وصول احساس وتمهيده. احنا عندنا الاعجاب برا، وبنصنف الاعجاب برا، وبنصنف الريت. في الريت لازم الحبيب يقول انه هو بيحبك، احنا عندنا شرعيه للعاطفه، لازم تكون واضح. يعني انت معجب بي وبترسل لي رسائل وبتصبح علي في الوقت الصباح وبالمسا، ده ما يعد، ده ما حب. ممكن احسبها صداقه، ممكن احسبها التخاطب، هو العاطفه. يعني انت توريني مشاعرك تجاهي وين. في ناس بيكونوا جادين جدا في جينا تجاه العاطفه، اللي هي دايرين نهايه طبيعيه لها العاطفه وريده، ولحد برا امان العلاقه. في ناس بيقفوا على الجيف الالفه، ما عندنا زمان في الطرف عشان اهلك بخليكي، الطرف المتخاذل ده بيعلق يعني خجله علشان ما احتل جسمه. احنا ما عندنا الافكار زي دي.
جيل غير ما منضبط عنده قدره يدافع عن عاطفته ايا كان شكلها، يا ينتهي بها يا تنتهي العاطفه في محلها ذاك. يعني بس ما بتفتكري انه في زمننا ده يعني متاح اللقاءات والريد واي شيء، لكن برضو في ناس عندهم اصول العاطفه. اي يعني يعني زمان زي ما قالت الاستاذ ساره اللغيه جددت الشوك، صعوبه اللغيه بتلعب دور في الشوك وفي الوصول لنهايه العلاقه. الان المساله بقت متاحه يعني بشكل يعني عنصر التشويق اصبح غير موجود. اي لكن ما هي برضو خلق حاجه تانية، اذا عنصر التشويق زي ما انت قلت الليله جبت حلقه جديده فكره جديده نساء ومشاكل تفاصيل حتتكلم عنها بمخاطبات غريبه. التشوق ذاته احنا بنخلقه عشان يبقى في تجدد، زي شهرزاد، زي حكايه الف ليله وليله. الف ليله ما هو مكر النساء، انت ما حتقدر تتحكم في يعني. بس ما بتوافقوني انه الحب الان اصبح يعني ما عنده كوابح؟ يعني احيانا اللقاء يعني الحب فك البيانات ما في حدود، ما في قيود. انا بحبك بجنون، الواحد يقول لك انا بحبك بعقل، يعني انا بكل قواي العقليه بدل الجين ذاك بحبك. الحب هو الحب بس بتتغير يعني القصه، يا هل قصه سيناريو جديد ديكور جديد؟ اذا 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 خدتينا يعني الفكره يعني عشان شاف قلوب الناس، اذا الحب بيموت ما بيموت، يتجدد ما عنده مدى صلاحيه. لا انا الحته الدار اقول لكم انتم متاح بقى، ما في متاح كويس. لا التعبير عن الحب هو المتاح، انا بتكلم عن انه ما عادت هناك قيود يعني. لا كلام ساره ده مهم، التعبير هو المتاح. المتاح هو التعبير يعني العاطفه يعني بعباره صريحه حمراء. بعباره صريحه ما بتفتكروا انه الجيل الجديد ممكن يتجاوز في العلاقات العاطفيه حدود المتاح والمعقول؟ هي متاحه لكن ما انت بتصطفي حتى في العالم الغربي المتاح للاخر. برضه انت الشخص اللي اصطفيته ده ما عايز علاقتك الا تكون مع ذات الشخص. فدلك اللي عايزين نؤكد انه انت في النهايه بتكون ده الزول، ده زولي انا يا زولي. خلاص. اذا بيتكلم عن الاخلاق ذاتها في الرياده عندها اصول. يعني انت ما بتقدر زي ما اتكلمت على الاسره واخلاقها وكذا، حتى العلاقه مثلا احنا عندنا في جيلنا ده بيقول لك الاسبير. يعني واحد في الكرم، واحد لشنو، واحد بيقول العباره زي ما هي كده، لكن اي بيت بيكون بيقول لك في ناس بنات بتتعامل، وما كله بيت يعني، في بعض البنات بيتعاملوا بثقافه الاسبير، يعني بيكون عندك زول وزول تعال. الخيانه دي في الريت عندها شروط مختلفه، يعني الرجل على المراه بيختلفوا في الخيانه. المراه بتخون لما تتوقف عن الحب، ده التعريف لها، والرجل بيخون وهو بحب. يعني ده اختلاف بين الجنسين. لكن ده اقول انه احنا حتى في ريدنا او في جينا بنقول انه مثلا لو زول يعني انت ريدك عشت زول ان شاء الله ما تتحنى دعوه صادقه من قلب. زمان مثلا في ناس بيقول لك والله القسمه ما معروفه لي وليك لو دايره، يعني بيتعاملوا مع الريد حتى خلال الاغنيه بطريقه مختلفه. يعني لو كشحت مويه بتعمل لها اغنيه تلاقيها وتتشاكل معاه وتطلقها وتعرزها وتعمل معاه، وبتكون برضه شنو عندك محاذير، يعني انك انت رافضه او دايره. نعم الحياة بيكون متزبطة. جميل جميل، ده رد وافي واضح جدا. حانتقل لموضوع آخر. هو الرومانسية المفقودة بين الزوجين. ما بتتفقوا معي إنه الآن أو مش الآن يعني منذ قديم في المجتمع السوداني، لأنه مجتمع ذكوري طبعا، الرومانسية مفقودة بين الزوج وزوجته. أنا غايته ما حصل سمعت لي راجل قال لي مرته أنا بحبك، يعني المصريين مثلا او يا حبيبي ويا حبيبي، وتلقي ما تلقي المصري ماسكه وماشيين كده، هنا تلقي الراجل لو ماشيين الحي يوسف تلقيه في خرطوم هناك، وهي وصلت البيت البيكا كل واحد براه، ولا خلي ولدك يجيبك. الرومانسيه مفقوده. نعم. هل بتوافقوني انه الرومانسيه مفقوده؟ اكيد اكيد. وهذه الرومانسيه نحن مجتمعنا عبر غلفه، يعني حتى الليله مثلا زوجي مثلا اسمه محمد، علي، عمر، يعني يا ابو فلان يا ابو علان، هي فيها رومانسيه لو تلاحظ ما بتجيب اسمه، لانه وضع حذير في انه تتحدث باسمه. دي ما رومانسيه، دي محافظه. لا فيها رومانسيه، ما فيها حركات. لو تلاحظ العرس ذاته والزواج ذاته في 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 كل حاجاته بالنسبه لنا دخل الغرفه طوالي من البدايه، حتى اعداد العروس بكل الحاجات انها معده لشيء معين على كلياته، من يعني التجهيز ورقيصه وقطع الرحض، وكان زمان بيتعامل حتى بدون هدوم. يعني الان انا بفتكر انه حصل البنات شويه حشموا بمقاييس زمان، كان يعني بدون اي شيء الا الرهد يعني.
والرقيص الحشمة قصدك في الرقيص والرقصة. الرقيص واللبس زمان ما كان في لبس، كان الراهب من النص والصدر فاضي. الميني جوب لا الزمن اللي قبل انا بالراحه، انا شفت السيدة بيرقصوها بس بيربطوا فيها نصها وخلاص، والصدرها ما في، والبنات جو لبسوا الفستان، بعد الفستان استرجعوا للميوب والكلام ده. ده هي نوع من ال يعني انا هيدي كده يعني العلاقة، يعني ده فهم المجتمع للحياه الزوجيه كده، هي كده كده. وعليه بقى ما بيجهزوها للتعبير، بمعنى كانت في ما يعرف بمؤسسة الحبوبة. الحبوبة دي بتعيد البيت للعرس وبيبروها كيف تتعامل مع زوجها. عندنا ما يعرف يسمى بالجلع، وتتكلمي كيف وطريقة الكلام، حتى كان بيشاكلونا الواحدة لو ضحكت يقول لا ضحك الرجال دخلي أضحكي وكشو من نفسك ليه تعيد، ويغنوا الكشمة والبسمة وكده يعني. دي كانت ثقافة موجودة في المجتمع. ولاحظ حتى النسوان كلهم ما بيتكلموا بصوتهم الحقيقي. انت عايز تقول يا دكتور سارة انه احنا بنجيد الرومانسيه بلغه صامته؟ لا يعني كيف انت الحنان مخفي يعني، عمرك ما شفت امك وابوك بيصبوا على بعض في البيت طيب تقول السلام عليكم؟ ايوه لكن في تكتم سري حول الحنان. لا انا داير اقول حاجه مهمه، وده رومانسيه موجوده لكن في مواقف التعبير عليها بيختلف. يعني بمعنى انه لاحظ هسه الراجل كان ساكن يقول لي لو ابو علي قبل وين وامشي وين؟ ابو ليلى. ايوه ابو ليلى تلحظ اقول لي انت مالك، هي بتعبر لكن في مواقف معينه. انا دايره التعبير اليومي اللي يخلي بهار الحياه يكون جميل، يعني بتعبر لكن بحياء بحياء شديد. والحياه ده ذاته بعض المرات يكون فيه جذب يعني لغه صامته سريه زي كلامي يعني حياه مع الزوجه. انا افتكر انه لا انا بعدين ده موضوع ثاني. لا ده موضوع ثاني وده موضوع مختلف. نحن لما نيجي نتكلم جوا عن الرومانسيه الداخليه ده موضوع ثاني، لكن احنا نتكلم عن الشيء البر المجتمع حيال الفكره كلها. يعني انا اتخيل لي حتى الرومانسيه الداخليه ما بنقول صباح الخير لبعض يا جماعه، لا ما عرفنا ما بنقول صباح الخير لبعض. لا هي دي ما دام الايشو تو حاجتين مختلفات. دي الرومانسيه العامه البره، ما انا فاهمه كلامك. اي ابو اولادي اخواني وين الراجل ده مش طفي يعني، دي مع الناس مع كده، لكن ليه هو ما ندر ولا حتى لو هنا نعمل له نقطه وضحكه. لكن الرومانسيه اللي بتحافظ على العلاقه الزوجيه دي ما موجوده، ما في دي انا تزعجني. اتفقنا انها ما في. أي ما نعم. في الا يشيلوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام وان يكونوا بينكم ورسول وترتموا على نسائكم كالبهائم، ودي تفاصيل انا اظن يعني لا تخفى على ذكاء. لكن احتمال ما حنقدر نعمم على الفكره، احنا يعني المستوى ثلاث ارباع المستوى في تكتم حول الرومانسيه، لكن قد تكون في بعض الناس بيجيدوها. بس احنا اوريك مشكلتنا شنو يعني، جزء كبير من السودانيين اي حاجه بنعمله ندي عواره، خلي عواره لو زول قال صباح الخير، لو زول جاي يقلدك. حتى الحنان عندنا في القلده بنتيح اليد ما بنتيح القلد، يعني عندنا تفاصيل بنسحبها ونجيب حاجات بالانابه عنها. لكن دي ما بتفرتق لي العلاقه الزوجيه. الرومانسيه ما بتفرتق لي العلاقه الزوجيه. انا قلت الخيانه واحدة من بنود. أقولي عدم مقدرة العلاقة الخاصة داخل الغرفة. دي الرومانسية اللي أنا دايرة تكون موجودة عشان أنت ما تفتش عليها. ودي ما موجودة. ده الكلام اللي أنا بقول فيه. بالضبط. وقلت حديث. أنا ما قدرت لغاية أنت كنت جريئة أكثر مني ما قدرت أقوله. اللي هو للرسول ما قال لك. نعم. أترتموا على نسائكم كالبهائم. قال لا يأتي أحدكم آله أو أولاد إلا يكون بينهما رسول. فسئل ما هو الرسول يا رسول قال القبلة. فأنا دي الرومانسية اللي أتحدث عنها اللي برا ما يرومسوا لكن جوا يرومس عشان نحن دي الفطرة اللي خلق على ربنا الناس. ده الزواج الفكرة. عفاف انت بتفتكري انه في الزمن ده في غطي قدا حق ولا بيقى ما في؟ في غطي قدا حق، بس المشكلة في غطي قدا حق ده في شنب يتواجهك يعني دايما ما نسبيا. ايوه يعني موضوع غطي قدا حق دايما بيكون فيه الشندي، لكن دايما يعني اسع وريك في حتى في نظريات او ظاهر الاسر بتميل تتزوج من بعض يعني، لانه بقول لك ديل بيعرفونا وديل اهلنا وكذا. لكن الشرخ اللي بيحصل في غطي قدا حق ده قد ينسف الاسره كلها في العلاقه يعني، برضو عنده البعدين لكن برضو ما انتهى. نعم. في ناس لسه محافظين على الشكل. برضو الزواج من البعيد قد يكون زي البطيخة المقفولة برضو. أيوه. قد ما ينجح. أيوه. وكله بطيخة مقفولة. في الحالتين. ود الحد يطلق. ود الخال يطلق. والبعيد يطلق. القصة شوي بقت جايطة. جايطة. طيب أنا داير برضو أتكلم عن الشمارات. نعم. يعني الشمارات دي
صحيح بقت موجودة في المجتمع بشكل عام، لكن ماخذ حيز كبير في حياة المرأة. نعم. ونحن نتكلم على المرأة السودانية. أنت عايز الشمار، الشمار عنده تفاصيل. في شمار متغير. لك الصورة. تفضل. عشان نقدر نعلق بشكل كامل. زمان الأستاذ سارة ممكن تكون عايشة الفترة دي. كان الشمارات بيتم قبل الضحى. يعني يجتمعوا النسوان الصباح بعد ما الرجال يمشوا الشغل ويقعدا فلانة عرست، فلانة طلقت، فلانة حصل لها، فلان داك بنى بيته جاب القروش دي من وين، شمارات. نعم. يعني الآن الشمارات بقت على رأس كل ثانية بتجيك عبر الواتساب طوال أول بأول. يعني إذن بتتفقوا معي إنه الشمارات اتطورت وسائلها وأساليبها؟ هي بس مسألة الزمن ديك بتصل برضو. هي أصله أنت النتيجة شنو؟ بتكون عملت دمج للشخص الثاني سواء كان حقيقة أو لم تكن حقيقة. وصلت الليلة توسعت بكرة، هي في الآخر هي اقتصاد. يعني زمان إحنا بقول لك مدفع الدلاقين أو تلفون الدلاقين حصل كده وكده ورروا دكلم ده ودكلم ده ودكلم ده ووصلت. المجتمع مكان محصور. النتيجة واحدة بتصل لناسة بس يدور وما يصل سيده والزوج آخر من يعلم. لكن ده انا اقول لك انه الشمارات زي ما حصل مفترض في مدقوق مغربه اللي هو الناعم ده. الناعم ده بتعرف تقوله لمنو تخليه من منه. في شمار خشن ده شمار انت مطلعه اصلا. لكن اصلا احنا معتمدين على الاعلام الشعبي. احنا ناس بنعتمد على الاعلام الشعبي اكثر من الشمار القطيع. يعني الحاجه الشعبيه بتصل بعدين العالم بالواتساب بيجي قريه واحده. انت راقب في سريرك بيجيك الخبر العرس الفلاني اللي حصل كده جابوا لها كده ما جابوا بس كده. متاح الشمار الساعة. متاح الآن بشكل كبير جدا. بس طبعاً شمارنا نحن بيدخل في الخاص. دي واحدة من مشاكل. دي مشاكل. أنا إحنا دارين نتكلم عن الآثار السالبة للتكنولوجيا دي. نعم. وتأثيرها المخيف والمزعج على الأسر، ولكن بعدها نخرج إلى الفاصل. أسبوعين ثلاثة وبيجي راجع، بس خلي بالك من باقي ترتيبات العرس. ألو ألو يوسف، يوسف أجابك هنا شنو؟ افتح على عالم جميل، اشرب اي عبوة كوكاكولا وحتلقى كود تحت الغطاء، اشحن بادخال نجمة 38 نجمة الكود مربع وحتصلك هديتك من كوكاكولا وزين لمكالمات رسائل او انترنت وتواصل بها فورا مع ناسك. مع كوكاكولا وزين. شركة مامون البرير للمنتجات الغذائية. مامون البرير اسم من ذهب. مشاهدون الكرام مرحبا بكم مرة أخرى. نواصل في حديثنا الجريء والشفاف حول المرأة السودانية، قضاياها، مشاكلها، آمالها، آلامها، ونخصص أيضا جزء من الحديث عن الحياة الزوجية. وقفنا عند محطة أن التكنولوجيا على قدر ما يعني سهلت الأمور وأتت بالجانب الإيجابي وأظهرت منافع عديدة، إلا أن البأس أيضا قد اتضح من خلال هذه التكنولوجيا، بدليل أنه الآن في العالم العربي والإسلامي وفي السودان على الوجه الأخص ظهرت مشاكل متعددة بسبب الموبايلات، الواتساب، الرسائل SMS وما إلى ذلك. جارح والله. يعني بل إنه المناكفات والمشاكل في البيوت. نعم. بدت. يعني أدت إلى نتائج تصل إلى مرحلة الطلاق. صحيح.
انت اسعى الحاله دي الحاله المكتوبه في الدردشات دي يعني مثلا ممكن زول مغلوظ منك يكتب لك فيها حاجه ودي الناس بيصنفوها يعني محترمه غرزه مثلا يقول لك عند الغرزه مثلا يقول لك كلام عنده علاقه بمشكله بيني وبينك او ارسل لك حاجات عندها علاقه بيني وبينك المتاح ده غير بقى الخاص يعني بقى الناس نفوس شايله من بعض شديد يعني حتى زول استخدامه لا مش غير الاساءه دي. تعدى حدود الإساءة يعني بقى التجريح والإيلام يعني شديد جدا على مستوى بعدين يعني في نسوان كتار اتطلقوا بالمشاكل زي دي يعني خالتي وعمتي وبنتي ومرات راجلي واخوت راجلي كل المشاكل دي عملت مشاكل كبيرة جدا بالبلاد في الأسرة السودانية المفروض الناس تكون بالإضافة للكلام عفاف ممكن تضيفي لنا أنت تعليق على أنه آخر تقرير قضائي وأنت أستاذة محامية قبل سنوات طلع تقرير تحدث عن أن تلت المتزوجين ثلث المتزوجين مطلقين يعني طلقوا طيب نعم أنا دائما بقول الكلام ده ما دقيق لسبب كيف يتم الزواج وكيف يتم الطلاق يتم الزواج في البيت بين الأسرة يعني مع المأذون اللي يمشي يجيب القسيمة وكيف يتم الطلاق يتم كان ان شاء الله دائما يقول واحد قاعد يتحنن في يدينا يقول له امشي بيتك انت طلقانة لانه ده حقه ده لا موثق لا مكتوب اذن في البيت ما معروف لكن هذه الاحصائيات تاتي او تمثل ما يتم في المحاكم والتطليق ويكون اصلا هي شكوى من النساء يعني الراجل من المحكمه يقول احنا لسه كنا نقدر نطلق مرتين ممكن نطلق وشبع طلعت لكن في الأصل هو البنات أو السيدات اللي بيأتوا للمحاكم وطالبين التطليق وهو طبعاً إذا كان طلاق تم في البيت اسمه طلاق لكن عندما يكون وصل الكاد يسمى التطليق لأنها تطلق نفسها لأن الغياب الزوج ما بيكون موجود أو إذا كان موجود أيوة بيكون ما موجود بيحصل طلاق لأسباب بخطها القانون واحد اثنين ثلاثة لغاية ستة واضحة واضحة ولو ما اقتنع القاضي ما بطلق لو ما القاضي اقتنع ذاته مش كده بنأسل شيء البنات بيشتكوا يقول لك القاضي بعيد لنا أسبابه شنو؟ كثيرة في الغالب واحد الحجر ده الجبال قلنا تكلمنا عنه شفت الحجر ده لأنه الزواج ده ذاته المقصود منه حاجات كثيرة ولو رجعنا للقانون شوف الكلام ده كيف هو عقد بين رجل وامرأة لأنه في دول تانية تعقد بين رجل ورجل وامرأة وامرأة مثليين مثليين لكن حقنا خد لك كده رجل وامرأة علانية التعبيد وده ينفي زواج اليسار والمسيار والمدعى ما في موجود في قانون علانية التعبيد يعني الفكرة انه انا من اتزوج فلان الفلاني على اعتبار مؤبد على اعتبار النية الانتنشن اللي هي بتجيبها الحاجات يعني البقاء ودي تنفلي كل الزواجات الثانية في نقطة يحل استمتاع كل من هنا بالآخر للآخر إذا المدعى بقت ما موجودة وضحتك الله لزواج لركم الأركان الأساسية أيوة يبقى للمرأة تستمتع هل المرأة لو اغتصبت بتستمتع؟ لا لو الرجل اغتصب بيستمتع؟ لا إذن في ركن أساسي بكون ما موجود في الزواج بتجي الوحدة المحكمة تقول أن الرجل ده موجود شوف ما موجود الرجل غايب غير معروف مكانه ده كله على استحياء شديد التفاف حول المشكلة الأساسية لو غلبت تقول خفت الفتنة على نفسي على رقبتي دي عشان كده يعني أنا داير أعيش حياة يعني اللي حكوا لا يعني متدفق الدم وخلاص يعني ده كله ثم طبعا عدم الإنفاق سوء المعاملة وفي رجال بتكون عندهم عنة عنين لا يستطيع العلاج ويجي يهرز ويجي يسوي الحفلة والطنبور ويجي وهو يكون لا يستطيع ما بواجه الحقيقة وتقعد معاه وتجي تفتش في تحصل المشاكل دي تحصل المشاكل نعم كويس نحن شخصنا المسألة بشكل صريح و و و وجريء جدا أيضا عايز أتكلم عن إنه في المجتمع بيتابعوا عبر الإعلام والصحف وكذا انه بتلقي اطفال مرمين شوارع مجهول الابوين يعني صحيح برضو الظاهره دي يا استاذه ساره اذا قارناها بزمان والان في اختلاف ولا ما في؟ طبعا وهل في اختلاف الاسباب؟ في كله والكلام ده انا بقوله كنت وقعدت اقوله لسه وما زلت كان زمان في داخل الاسره والاسره الممتده والحيشان والنفاج ودعمها والناس يقول لك لعبها غشاها شرد
في لا يعني عندهم حاجات كثيره، لكن كان مجتمعنا عجيب بيعتمد على الستره، بيعتمد على الستره والبيض بتاعه صح، بيلموه بيسموه على اسم جده ابوه، او لو اسره عندها وضع او خايفه يشيلوا يدوا له يقول لك مره مسكين، لكن يكونوا عارفين انه يربوا البيبي ده في محل قريب وخلوا يروح في الشارع اللي بخلوا الكلام. بس ما 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 افتكر كثيره يعني، ما حاجه كان كثيره ما شاذ مع بنسبه المجتمع. العلاقه طرديه، العلاقه طرديه لا، لكن برضه موجود اذا حاله يعني الان الان الظاهره دي كبيره جدا، الظاهره كبيره والاطفال فيها قسوه وقسوه. انا جايك لكبر الظاهره والقسوه، ما انت لو انا مليون عندي نفر بيعمل الحايل او نفرين، لو عندي 20 مليون النسبه انا بتظل العلاقه موجوده والعلاقه يعني متوازنه، لكن نحن الليله في مجتمعنا قدرت هذه العلاقات غير الشرعيه احنا نقول نسميها، و يعني بقت فرصه في انه البنات بيتغشوا كثير، وواحده بيحصل لها الحمل يعني خارج النطاق القانوني، بتقوم زي ما انت قلت اما ولدت الطفل ورمته في الشارع او شالته وجابته في المايقوم، او ما دي القصه، ما لم يولد ملايين كتار وحدث ولا حرج، يعني بيحصل الاجهاض قبل، لكن يعني دينا نفتكر قله على الشيء اللي بيحدث. القله الاجهاض ولا القله اللي القله اللي بيلدون هنا يقول لك عويره، عندهم كلمة الشباب بيقول لك ما مفتحة ما مفتحة لما تمت ولدت، لكن المفتحة في مقاييس تجهط من بدري عشان البدي تغميدة وما تغميدة، لكن دي برضو مرض. المشكلة ما في في الناس اللي عملوا الحاجة، بس المشكلة في الطفل ذاته. بعدك احنا لما ننتقل لمرحلة الطفل بنلقى، احنا قبل كده عملنا في الجريدة مع طفل مجهول أبوين تفاصيله وصراعاته النفسية ومشاكله، ما بيكون زي اليتيم. اليتيم ده ما امه وابوه ميتين حتى نظره المجتمع عليه بتكون نظره مختلفه. يعني بعدكم بيكبروا وبكون عندهم حتات بترعاهم ومؤسسات الشباب احنا قبل كده اشتغلنا الشغل ده في قضيه ونص خمسه في النيل ازرق، وفي يعني ناس طبعا لحد ما زوجوا بعض من نفس الحته بتلقى يعني ربنا ده ما برضه افرحهم فيها ريحيه تجاه الاشياء. لكن اللي بيحصل انه الطفل ده زي الطفل ده يجي المجتمع كيف متشوه، كيف اسره وين، دي الكارثه الاكبر. الناس المفروض تكون انت يعني مثلا ما بتعاين هنا، تعاين للابعاد اللي حتحصل منها المشكله دي. نعم نعم. طيب برضو نمشي لملف اخر، انتوا يعني ريحتوني جدا في انه اجوبتكم مختصره ومحدده. نعم. ده بيدينا مجال انه نوسع الحوار في قضايا اجتماعيه مختلفه مرتبطه بذات الملف. العزوف عن الزواج، الان واضح انه في عزوف عن الزواج في اوساط الشباب، تفتكروا الأسباب شنو؟ واحد السبب، واحد من الأسباب الاختيار، ده سبب قوي شديد صعب ذاته خطيرة للناس إنه تختار. اثنين اللي هو ما يعرف بتقدير الذات، أنا صحيح. فلان وفلان ودب زهانة الدائرة على سما ولده وانا ست الحسن والجمال الدائري على اسم تلقى ولا غير ما القطرته تفوت زي ما نقوله، فيبقى الاثنين، لانه بعدين خطورته شنو؟ ما انت وصلت 40 الوضع الطبيعي تتزوج وانت 35 و30 عشان ما يكون الفارق بالنسبه للرجل، للرجل ما هي 30 و35 انت كمان خايف دائري الاولاد صح، ما ريكومندت انك تتزوج 30 و35 و25 هنا يجي الفارق المدمر بين عمرك وعمرها، ولذلك نجي بعدين لمشاكل ان العلاقه الزوجيه بتكون مستقيمه. دي واحده من الاسباب. كل جيل براو طلباته براو التفاصيل. المشكله الثانيه الناس بتتكلم عن انه غلاء المهور وشنو، انا في تنازل. الناس ما كلهم بيقول لك لازم تدفع وتجيب، لكن انا بقول الكلام وازلت ومصره وباحصاءات دقيقه، مشكله السكن. ما ويمش وين؟ ده سؤال مهم، دي خطيره الظاهره، لانه سكت مع اهل المراه مشكله. الله سكت مع المراه سكت معك الله قال له صحيح. المشكله السكن والرؤيه، نحن في ذهننا حول السكن. عادل لاحظ سكن السودانيه دي كلهم الغرفه 4x5 والصالون 16x4 ولا في 5 والاوضتين ساميه وسميه ولا بيقولوا الذي نايم والهول لازم البيت كده، والولد ده ذاته دكتور ساره ابوكم مسؤول عن الاسره وينفق على اهله اكثر، والبيت ده كله مفرش، اوضه الضيوف والصالون يكون مقفول. انا الاوان
نحن اخوان الخواجات دي. الاوضه يعني مترين في متسرير، سريرك انت وهي ممكن تكون اكبر شويه، خلاص للاطفال حاجه بسيطه تعيشكم، والضيوف انت شغال وهي شغال بيجيك منه عشان الصالون ده يفتحوا يوم العيد فتحوا. والناس ما زي زمان، والسفره الكبيره و12 كرسي. نعم، فدي دي يعني واحده من الحاجات. اثنين برضو كلام دكتور سارة في الاختيار، سارة برضو الاختيار برضو فيه غير صعوبه، دائما بيكون يعني انت بتكون مستواك مختلف عن مستوى الاخر اللي معك. اثنين في النهايه بيحكم العلاقه منه في الزواج الرجل ما المراه. اولاد كثار بيكونوا بكذبوا شديد، وبنات كثير برضو ما بيكونوا قدروا مسؤوليه اتمام الفكره. يعني المشاكل بين التباين بين الاثنين دي برضو بتخلق صراع كبير، بتنتقل انت يعني مرات في ناس بيقول لك والله يعرس راجل كبير، بتلقى يعني الشعر الابيض، في ناس كثار بيقول لك والله بعرس راجل كبير لانه هو مفاهيمه احسن للزواج. او عرس زول قبل كده متزوج اللي هو راجل المراه، في ناس كثار بيقول لك بعرس راجل المراه عشان شنو؟ عشان والله مجرب وبيدرسهم على بيتي وبعدين بكون انا اختيار ثاني. بيغنوا له كمان. ايوه. لكن انا ما كنت اعرف. بيغنوا له وبقول له المرة حلوة حلا. والله مرة لا ما حلو. ما حلو. المرة تعبانة. واذا كان اصلا ما نفع مرته حينفع. ما بيسعدها. انا بقولها. قلت لهم يا بنات. يعني رجل المرة مر؟ مر عادي. مش مر. ما بتقدر عيشة كويسة. ما الا اذا كان عندها سبب قوي ينتبه للنقطة دي. انه عندها سبب. تاني لكن في ما عدا عموما اوريك حد هو الزواج في حد ذاته نتفق انه فيه صعوبه. اذا كان انا دخلته معي مره تانية حيكون كيف؟ يعني اذا كان انت من الاول حتدخل بمشاكل اكبر من حجمك. اذا كان انت دخلت قبل كده انت وهو حصلت مشاكل كبيره زي دي، انت ومعك كل المليشيا. وانا بتكلم عن الحلقه، ما انا بقول شنو انا ما بين خطيت الحلقه دي قفلتها. انا بتفتش الحلقه دي. الحلقه دي يعني نص يوم احتمال هو ذاته يكون في نفسه ما قادر يعني يتعاشر معاها، ماله مقسم على اثنين. انا دار الحلال حليش يعني هي الحلال ما حاجات بتتداخل في بعضها البعض. جميل جميل جدا. انا في خط في طريقه اخرى للاسئله، عملت لي يعني مجموعة من الاسئله. حتكون الحكايه جرعه. ممكن استاذه ساره تختاري ورقه. دميت لي خدت شيء عليك انت عارف شيء ورقه. لا لا المفتاح ده غير كذا. ممكن تقري السؤال وتجاوب عليه اذا طيب. اذا حبيت خلي ورقتك معاك اقري عليك وانت تجاوبي عليها. تربيه التخويف الشديد والخطان الفرعوني شوهها بحد العلاقه بين الزوجين. تحتاجي تجاوبي عيني دي خلتوا بغير على زواج اليسار والوسيار والبضع والعرفي. طيب اذا السؤال الاول دي برضه بجاوب لك على الباقي كله شيء. اذا السؤال تربيه التخويف الشديد اللي تربت على المراه السودانيه والخيطان الفرعوني زمان شوهها بحد العلاقة بين الزوجين. عادل بتخاف؟ لا. بتثبت؟ جدا. طيب أنا عايز أقول لك أول شيء أنا أبدأ وأترحم على الأخت آمنة عبد الرحمن دكتور آمنة، واحدة من رائدات محاربة خيطان الإناث. نعم. الخيطان ده بيتم بطريقة يعني عجيبة، يعني بيقطعوا البنات داخليا وخارجيا ويتخاط بعد ما يشيلوا البذر بتاع البيض وتتخيط كلها ويترك لها ما القليل الذي يساعدها على التبول وخروج الدورة الشهرية. هذا هو الختان الفرعوني. الدورة الشهرية تكون في مشكلة، حتى التبول بيكون في مشكلة. ده لاحظ كل البنات تختن او معظمين قبل الدخول للمدرسه، يقول لك رخصه شو الفكره، وبتبرى سريع وبتقدر تتحكم فيها. هنا هي بتكبر وبيكبر جسمها، تكبر مع المأساة، ويصبح كل ما لها الفتحه اللي هم خلينا تضيق. لك ان تتخيل بنت تبتدي تجاه الدوره الشهريه وراقدات، يعني معظم البنات تلقاهم راقدات في البيت عيانين، ويقول لك اليوم الشهري عيانين، عندهم مشاكل صحية. وده تجي بعد ذلك يجي الزواج. هي بتكون بكل التشوق والحب هي تزوجت لأنها دخلت الحياة الجديدة. طبعا دل ما قصروا صحباتها، هيئوها نفسيا بأنه أنت حيحصل لك وحيحصل لك وحيحصل لك. بتجي تخويف. بتجي تدخل على الزوج قطعا والله لو بيجي فارس هلالة لا يمكن أن يستطيع يكون في علاج بالنسبة للزوجة. وهي بالنقطة لازم يحصل مشاكل صحية
ومشاكل بتهدم العاطفة والشوق اللي كله كان موجود. انت ممكن انت كرجل الزول اللي معك بيتعلم وتستمر الجروح وتستمر الألم وتستمر، وفي غالب الأحيان يحصل حمل وتجي تلدي وتتخيط بنفس الطريق وتستمر هذه الألم المعاناة. المعاناة كثير من البنات احنا استطلعنا نقول لك لم نصل لما يعرف بالذروة في العلاقة الزوجية، لأنه هي أصلا هي العلاقة الزوجية دي ما تمت على شيء. وكذلك يقول لك احنا بنتعصب بتجينا حالة، والله وأنا أقول الكلام ده والله على ما أقوله شهيد، بالتليفون أي بنت زوجية بتتكلم معي تقول لي أنا تعبانة جدا أنا رأيت ذكرته، هي لا ما كرهته لأنه ما فيه عيب. مشكلة إنه عندها كارثة هي حصلت، فدي مشكلة الخدمة. هو يؤثر على العلاقة الزوجية، يؤثر على علاقتها بينه وبين زوجها، يؤثر على اهتمامها بأطفالها، ويؤثر على حتى حركتها، وهي وفعلا يعني بيأثر على إذا تشوه في الحياة الزوجية. إذن التربية التخويف الشديد مضاف لها الخطان الفرعوني بشوه الحياة الزوجية. نعم تفضل عفاف سؤالك والجواب. هل توافقين على زواج الإيثار والمثال والمتعة والعرف؟ لا نهائيا ما بحترم. أنا بس داري أضيف نقطة في دي. أي تفضل. زي ما أنا قلت لك زواجنا الزواج والزواج القانوني في السودان ده ما موجود. طبعا علماء بيفتكروا أن الزواج العرفي هو زواج مكمل لأركان وما عدا الشهود. نعم طيب اسحبي ثاني سؤال يا استاذه. جاك مناسبه جاك اصعب سؤال، جاك سؤال صعب جاوبت على بطريقه واضحه، جاوبت على بطريقه كويسه جدا. المراه السودانيه شنو؟ تلبس للنساء، المراه السودانيه تلبس للنساء والزوج بعد الحفل، والزوج بعد الحفل ينام على الاغلبيه. اشرح لك دي. يعني تعمل المكياج وتجيه هاي بنعمل كده في اجمل حالات لما تجي راجع البيت. لما صحي لما تجي راجع البيت تقوم تقلع التوب وتقلع الريموش وتقلع الساعة أقعد له بالتوب يعني، وبالتالي هو يعني لكن أستاذ عادل سيد أحمد مش ملاحظ أي راجل أي راجل بيقول لك مرته بتكمل للناس طوالي كده كده. أنا أنت عادل سيد أحمد بتحلق 200 بأمانة بتجرد يعني مرة كل أسبوعين 200 دقنك ووشك 200 الزمن الزمن للتصوير. لا لا أنا بسأله بأمانة بأمانة نتمنى على السؤال ده بأمانة بتحلق 200 بأمانة في أو معظم الرجال في السودان معظم الرجال بيحلقوا للمناسبات. لا ويدي يعني شذي دقنك صباح كده في معظم في ناس ما بيهتموا بالجانب ولما نيجي يهتموا بالجانب وين 200 بيحلق في البيت مثلا الصباح وهو طالع وهو طالع بس انت جبتها وهو طالع يعني المرة دي الرجل ده قاعد جنبه ونايم جنبه هو ويدقنه قاعد يدقنه بشكل عجيب ده. أنا معاك أنا معاك تماما. انتوا ليه يعني بس المرة في مرة سودانية نحن برضو حنجيب الرجال هنا سودانية ما حنخليه في امرأة سودانية بأمانة وبتجرب أي ما قاعد تعمل الدخان وحاجات البلد دي فيه يعني الدخان بينتهي في الحلة. احنا عاوريك متفقين المرأة السودانية نظيفة يعني احنا دارين نتفق. هل 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 تتفقوا معي انه المرأة بتتجمل للمجتمع وللمرأة أكثر مما كده ما أنا ده لا في البيت غير موضوع الحلاقة غير موضوع الحلاقة متفقين عليه. لا 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 إحنا بنكاوي لا أسمع صحيح لكن الحين بقطع يعني رجالي ما قاعدة هم يشوفها. لا ما أنا مثلا مرات المرأة المرأة لما تكون ماشية مناسبة زواج مثلا بشكلها بيبقى لدرجة إنه راجل ممكن ما يعرفها من الجمال لما تجي راجعة بكله ما في ويعمل شنو ها ويعمل شنو هو برضه في جانب متعلق بتكسر الرجل. انا دايره اقول لك حاجه هاي. الحكايه دي هو صحيح وذات الرجل عايز مرته تكون قيافه ايوه مش بامانه عايزه تكون قيافه لكن المراه السودانيه ما بتهتم بالحته دي كثير في البيت يعني في البيت بصراحه انت تكلمتي بصراحه. لا انا اتكلم معك بصراحه كده عليك اللي انت قمت من الصباح فلا لي ابو لك الشاي فلا لي ابو لك الفطور اللي كان ما فطر ولو ما فطرت ابو لك العصير عملوا السندوتشات للاولاد رتبوا البيت قشقشوا الحاجات جروا جابوا التبيخ عملوا البيت اهتموا بيه كله بيبقوا يعملوا شغالات ده شغالة بتسوي كل ده شغالة بتعمل الحاجات بيسوي ده كله شغالة الشغالة بتسوي ده كله حاجات يعني بتقريهم شغل البيت بتقريهم يعني يا أستاذ سارة انت أستاذ سارة يعني انا حقيقه ما داير الموضوع انا جندره يعني ما رجل لا انا ما جندره لكن انا داير اقول لك انا المرأة لا انا ما جيت ما جيتك على النقطه دي السؤال ده اللي واقف عليه انا حاس انا حاسمع الاجابه بتاعتك ولكن بعدها نخرج الى فاصل جميل.
مرحبا بكم مرة أخرى. الفرصة عند الأستاذ عفاف، أسحب القرعة وأقري لنا السؤال بصوت عالي وجاوب عليه بصراحة وشفافية. أنت مع الحب عبر الإنترنت والتواصل المستمر بين الولد والبيت بعيدا عن أبوين؟ طبعا لا. في بنات، في بنات بصاحب أمه، صح يا سارة؟ يعني الأم دايما بتكون هي الخبيرة أو هي المحرك المعنوي للحنان في البيت، بيكلموها بأي شيء. بعدين بتتضح رؤية الحاجة دي لما أنت تكلم الولد تقول أنا والله كلمت أمي وكذا. نعم. بيتضح موقفه. في أولاد كلمته. أنت أفقد يعني بالكلام. في أولاد بيتقبلوا الحاجة ممكن يجي يقابل أمك وكذا، يعني دايما الأمور بتمرر من الأم زي بطاقات الحنان، يعني أنت دايما بتمرر من الأم للأب. لا في صعوبة كده يعني بتمرر لأمك أي حاجة. لكن أنا دايرة غير كده، البيت تكون واضحة مع ناس بيتهم وتكون جدعة ويعني عندها قدرة إنها تكون شجاعة حاجاتها. شفت الإخفاء ده هو رزيلة، يعني دايما لما تبدأ تديس تديس حديس للنهاية. مرات ما خوف يكون أجمل ومرات بيكون ما أجمل. صحيح. عشان كده الزول يكون واضح تجاه حاجة. وبعدين الحب قوة وشجاعة، يعني لو أنت بتحب الزول عندك قدرة تقوله ما له ما تقول. الزول بتخجل منه ده والاختيار ضعيف والزول اللي ما قدر مستواك ده طوال يخليه. زول انت قادر تقدمه للناس ده زولك حباب عشرة. طيب السؤال قبل الاخير، نحن يعني الزمن ماشي، دارس اسال سؤالين، سؤال عام في القضايا المطروحه وبعدين سؤال خاص. يعني السؤال العام، المراه العامله في السودان انا افتكر انها بتواجه مشاكل كثيره جدا. صحيح معك. ومسكوت عنها. نعم. ما في جرأة. يعني الليلة إذا في امرأة عاملة تعرضت لمضايقات في العمل من الزملاء، بيقوموا لو قالت لصاحبتها أنا في واحد ضايقني أو يتحرش بي، بتقوم تقول لها قطعها في مصارينك، أو بتقوم تقول لها وعيك الستر والفضيحة متباريات ما بعرف. ما بتفتكروا أنه المشاكل دي كترت لدرجة مزعجة؟ وحلها كيف؟ طيب أنا أبدأ بالحل. كترت وخلاص ونظمنا فيها. الحل من كل من هب ودب عمل لي شقة أو بيت أجرس وهو مكتئب. دايرة أنا مواصفات زي نظام البنوك، قزاز، مكاتب مفتوحة، كل زول براوي أنت تشوفني وأنا أشوفك. تكون في شفافية، شوف واضح وكل اثنين. الكاميرات قاعدة تسوي شنو؟ أنا يعني داعية لكل الكاميرات في الشوارع، في المدارس، في البيوت، اي محل كاميرا مغاليه. احنا لازم انا الاوان انه نضبط امورنا ونضبط حاجاتنا بالكاميرات. اغتصاب الاطفال كتير، سرقه المنازل كتير، تحرش كتير، البلاوي كلها كتير. احنا محتاجين نعمل كاميرات. الشفافيه كيف بالنسبه للمراه تواجه المشكله؟ طبعا. وصندوق الشكاوى، والمدير يعين المكاتب زي كود اوف كوندكت، يعني بيكون لائحه معموله مخطوطه مره في كل المكتب، لانه بيعرف لو كذا كذا لا تتحدث عن المراه في خصوصياتها، لا ما بعرف تعمل كذا، لا تحكي نكات غير مناسبه، دي كل الحاجات تكون موجوده. وانا ممكن امشي اشتكي للزول وانس انه شايف انه في كاميرا معلقه، كل زول كله قريب ونكسر المعاري بتاعت الستر والفضيحه مباريات ولا حاجه وقطع مصاريك. نكسر المعاري، الخوف مربي عيال، مربي خوافين. انت اول حاجه الاطفال ما بيقدروا يدافعوا عن نفسهم. الام تكون واعيه جدا للمدرسه، لتفاصيل الطفل، للحاجات اللي بتخص الاطفال. ما يخص الكبار، لو زود حرج بكم وسط تدي كف. الزول لازم يكون قوي شديد تجاه حاجاته، ما قوه العنف اللي انا بقصده دي. يعني الزول دائما يعلن عن حاجاته، تخبر الناس. ستر الفضيحه دي انتهت. العمل زاد وانت قدر ما تكوني منضبطه، انا سفيره روحي، انت ما بتقدر تعمل اي حاجه لو ما نديتك ضوء اخضر. انه غالبا انا ما بتهم المراه انك ما بتقدر تكتب تقرا في كتاب مقفول او كذا. الرجل في الاماكن العامه كلهم في العربات بيضغطونا في الشارع، في اي حته بيحاولهم بيضايقوا في اي حته بيضايقوا. الزول يكون قدر حاجات ويثبت الزول، قدر ما تثبت الزول وتوريه نقاطه الاساسيه تجاهك بيقدر يحترمك. نعم لكن تستقله بيدك. نعم لكن برضه احنا بعدين القانون ذات لازم يكون في قوانين رادعه تجاه الاشياء دي كلها. نعم. قدر ما يكون القانون رادع الزول بيخاف. بس انا عاوز نحن كمان انزازها نكون صريحين جدا. صحيح. انه على قدر ما في اخطاء والعقلية الذكورية اللي السلطة الذكورية دي موجودة، تتجاوز أحيانا حدود المرأة وتتجاوز حدود القانون، برضو المرأة في عالمنا ده هي أيضا بتعزز فكرة، ما أقدر أقول كل النساء، لكن هناك مظاهر في الفضائية وغيره بتعزز فكرة إنه المرأة دي كأنما هي سلعة. نعم. طريقة الرقيص، طريقة اللبس،
الإثارة وما إلى ذلك. أكيد ما عندنا المرأة شريكة شريكة أيضا في 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 تعزيز يعني فكرة يعني إنها سلعة. والرجل ما شريك يعني الرجل ما نحن قلنا خلاص هو عقلية ذكورية الإشارة بتجي من منو بالأول النسوان ما بيتجرؤوا الرجل هو بيديك يعني يا جماعة إذا 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 في امرأة جات العمل جات الشغل وهي ما نتكلم يعني عن اللبس ما عنده علاقة بين الناس لا لا ما لا ما لازم اللبس الريحة العاملة في جسمها الخصوصية المفروض تكون في البيت بتجيبها في العمل يعني احيانا انت ممكن تخش مكتب حافظ على شكلنا زي العمل بس خصوصيه زي شنو مثلا الان في كثير جدا من العاملات والموظفات أيوة. الوحده بتجي العمل وهي بروايح العطر ده مفروض يكون لزوجها في البيت بس دي النقطه انا غير اصلا لك اذا ده اقول الخمره يعني مثلا ما عطر ليه صنفته كده ليه صنف بالفهم ده غير ليه قول الكلمه الثانيه انا ما بقدر اقول من الاثنين غير الخمره مثلا وليه بس صنفت الكلام ده ما ده للزوج المفروض للبيت لا قال لك منه يعني المره دي خلاص تقعد ما بشتغل طول حياتك لا ما هو بس انا عطوب معقول تكون عطوب معقول هو بيتعطر يا اخو هو اذا ابو خلاص خليني العمل هو العمل كل زول يحافظ على قواعد اتجاه أيوة العمل ذات حافظ احنا لازم نؤكد حقيقه يعني للبيت عنده لبس العمل عنده لبس المدرسة عندها لبس البيكا عنده لبس الفرح عنده لبس بعدين الرجل أنا داري أنا الرجل بلحقي أنت النساء دي عنده السمعة حتى إحنا مثلا الإعلاميات دي متضررين الصحفيات أي مستوى بيكون عندهم سمعة تجاههم حتى يثبت العكس حتى في الريدة زول بيزبالك حبيتي زول غيري لما تقول لي ولا لا أو تنفي لو قلت يا خلاص لو قلت يا عيسى جمومي طوال إيش قال لو قلت لا برضو بحي خلي بتتفق معي تقول نسان بلبس التيابة شفافة وشنو عليك الله الجلابية جميلة ما شفافة عليك يا إخوان تتكلم عن نفس بنتشابه إحنا باختلاف الأنواع بس إحنا مقدمين ما بنتكلم وبيخليكم في حالكم نعم كله طيب. يتلموا عليكم طيب. خلونا نتلموا انا جبتكم تعترفوا لي لان انا اعترف لكم ما طلقوا مني اعتراف طيب السؤال الاخير الكلام اللي قلنا ده كله انا عايز اخلص منه الى انه استاذه ساره بشفافيه وبوضوح هل بتفتكري انه انت عشت تجارب رومانسيه افضت الى تجارب بتاعت زواج ناجحه ولا كده وكده بتجي في النص بتعترس يعني أزول قبل الزواج بيكون ظريف ظروف كنت دي أدفرة طيب وبيتكلم جهاز كلام وكذب لحده من تدخل للواقع تلقى الواقع ده شيء ثاني بس الأسد تلبيات للناس ففي حاجات ويعني في تجارب مظلمة وفي تجارب مشرقة أي نعم مشرقة نعم. فما هي زي ما يقول لك تمسكن حتى تتمكن والريت في الأول ما زي في النص والله الريت ذاته ما لخبت في البيت يعني إذا عشت تجارب مختلفة نعم 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 طيب أستاذة نفس السؤال بنوجهه لك يعني رومانسيا رومانسيا هل أنت عفاف يعني من كلامك كده الإنسان بيحس بأنك مفعمة بالرومانسية صحيح لكن يبدو أنك حتى الآن لم تجدي شريك الحياة بجي ما تخاف في ما تقلق ومتعب نفسك انت وسهر جينا نتكلم معاك في الموضوع ده ان شاء الله يعني الحب خير دارجونا الحب خير ان شاء الله هي ذول بثل الحاجة اللي هو دايرة ربنا كريم وجبار خواطر نعم دي إجابة دبلوماسية لا لكن بس في نقطة أساسية ما زلت أنا أتكلم عن أسرة ذكورية الراجل بننتظره هو اللي يخطب قال لي حقت الليلة وقلت لي تعين وأنا دايرة قال لي شوف ظهر ما قررت خليه يبدأ بطريقته الطبيعية يعني ما تبدي أو أي بنه بنية في العالم الثالث في دولة فقيرة تدرب بالأول لازم خليه يدرب بالأول لكن برضو إجابتك دبلوماسية مع أنك أنت زولة صريحة صريحة هاي لكن أنا ما نادي الاختلافات ما أقدر أقول أي حاجة فتى الأحلام كده فتى الأحلام أنت لغاية الآن ما لقيتيه يعني ليه؟ أي ذو يعني مع الأدى لقيته لكن نجضها خلته يعني حبيت غلط دار تقول أيوة يعني غلطتي إذا حطلع شرط جديد بس شغالة في اسمه حبيت غلط حديكم الصوتين جادة والله حديكم كل جادة أستاذ سارة أنا داير منك في نهاية البرنامج ده كلمة أخيرة أشبه بالنصيحة للجيل الجديد من واقع تجاربك العامة وتجاربك الخاصة أنا بقول العلاقة والاختيار والحب والزواج أشياء متداخلة مع بعض لكن كل واحدة بتكون عندها درجة مختلفة من الثانية في مرحلة من المراحل والحب بيموت
وبيندفن والله يرحمه ما لم يغذى بالاحترام وبالعلاقات بالتوافق وبالحديث وبال يعني التوعي الوعي المتدارك بالنسبة للاثنين والشفافية، الحب ينتهي. وأكثر الناس اللي اتطلقوا تلقاهم كانوا بيحبوا بعض لدرجة مش الجنون، قلنا لدرجة العقل، ولكن بيحصل تحصل المشاكل لأنه بيكون في كدر زواجي، في عدم توافق، في صرف أكثر من اللازم، بتدخل من أطراف أخرى خارجية تؤثر على هذه العلاقة. فأنا يعني نصيحتي بقول إنه مزيد من الصراحة ومزيد من مثل هذه البرامج اللي هي تتحدث عن حياتنا الخاصة، ما لم تصلح لن يصلح أي هناك شيء. حتى الحوار الآن يدور سياسي، نحن محتاجين نصلح نفسنا في الأول في الأساس. شكرا للاستضافة وشكرا لوجودك مع سارة بابا. قول كيفك مشتاقين يا ود معجون بيطين صلصال وحنين. قول بالأكثر عيب إنه بنية دولة فقيرة في العالم التالي. تبدأ الرد الأول يتكلم ما تتلحسم رد طوالي بين ترددك واحتمال إجابتك، بسكون نظام تاني وأخ من ظنوني وبتبعيد مني بضيق الكون كحولي، وإنت قريب مني بتتسع الخطوة نحو عيونك وتحتوني. أنا حقيقة يعني في غاية السعادة إنه الليلة نحن اتجهنا بالبرنامج لاعترافات اجتماعية تحدثنا حولها بجرأة وبموضوعية، رغم إنه أنا حاولت أزنك لكني أنا ذاتي زنقت. أنا حبينا اعترافك بهذا. لذلك أنا بعتقد إنه نحن إذا اعتراف مني نحن فتحنا الملف على مصراعيه، سنواصل في هذا الحديث الجريء والصريح حول قضايا المجتمع وعلاقة الرجل بالمرأة. أنا يعني مقدر جدا حضوركم للاستوديو أستاذة سارة أبو وأستاذ عفاف حسن أمين والمشاهد الكريم. أرجو أن نكون قد وفقنا في أن نتطرق لملف ساخن، ملف اجتماعي من الدرجة الأولى. أنا أعد بأن ضربة البداية كانت مع الأستاذة سارة والأستاذة عفاف، على أمل أن نواصل في هذا الملف. أشكركم على حسن المشاهدة والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.